ثم قال لي الدكتور يعني أعتقد أنه اليوم يوم مميز. والله هو مميز بحياتي. الله يسلمك. أنا عمري 62، قالوا تتخرجين للتقاعد مباشرة، ما في وظيفة. اليوم كأني أخذت أحسن وظيفة يوم سلمت على سمو أبوي. مثل عمر لا تقاعد من حب الوطن. أيوة. ولا تقاعد من الارتقاء والشموخ في 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 أعلى واجب ومنصب ومسؤولية تجاه الوطن. جزاك الله. بيض الله وجهك. وأنا أبيك توصل سلامي للملك سلمان أطال الله في عمره. الله يطول. وللأمير محمد بن سلمان اللي قال العلم ليس له عمر. هذه كانت أكبر نصر لي وحافز لي. أنت عملتي بواجب ديني ووطني. الحمد لله. اليوم شهادتك هذه حقيقة ما هو أنت تفتخري فيها فقط، الجميع يفتخر. الحمد لله. وأعتقد أنه عنوانها الجامعة. الله يسلمك. أبدعتي وأحسنتي. جزاك الله خير. والله نصر ليها. الله ينصرك.